بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أرحب بزيارة دولة رئيس الوزراء الأخ نور المالكي والإخوة السادة النواب رئيس الوزراء والسادة الوزراء والإخوة المرافقين. أرحب بهذه الزيارة باسمي وباسم حكومة أقليم كردستان والشعب الكردي، ونعتبر هذه الزيارة زيارة مهمة جداً وبداية لإزالة كل الإشكالات بإذن الله. وفي لقاءاتنا ولقائنا الخاص مع دولة رئيس الوزراء اتفقنا على تفعيل اللجان التي تم الاتفاق عليها لبحث كل المشاكل وإيجاد الحلول لها، وكذلك اتفقنا على أن نتعاون على حل جميع المشاكل التي تواجه العراق بشكل عام، واتفقنا على أن نتعاون بعد الآن بشكل أخوي وودي، والدستور هو المرجع وهو الحكم في كل المشاكل أو الخلافات التي قد تحدث ومن الطبيعي أن تحدث، لكن هناك تصميم على أن نذلل كل العقبات ونحتكم إلى الدستور في حال وجود اختلاف على أي موضوع. مرة أخرى أرحب بكم وأهلا وسهلا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأخ رئيس إقليم كردستان العراق الأستاذ مسعود البرزاني المحترم، ولوزارة كردستان الذين استقبلونا استقبالا أخويا وهيئوا الأجواء والمناخات التي جعلت من هذه الزيارة فعلا ذات طابع هدفي ومحطة من محطات العمل المشترك والتعاون، وفتح كل الملفات التي ينبغي أن نتعاون عليها، سواء كان ما يتعلق بالعلاقة بين إقليم كردستان أو والحكومة الاتحادية أو ما يتعلق بباقي قضايا العراق. نحن لم نقتصر في محادثاتنا كما أشار الأخ الأستاذ مسعود، لم نقتصر فقط على هذا الجانب، وإنما فتحنا ملف الأوضاع العراقية بشكل عام. يهمنا أن يستقر العراق وأن تهدأ الأوضاع التي فيها المنطقة لصالح بناء العراق بناء ديمقراطيا اتحاديا بدستوره الذي نحرص عليه. وتناولنا التطورات التي تعيشها المنطقة وآثارها ومخاطرها علينا في العراق، وما ينبغي أن نتخذ من إجراءات تعاونية لمنع انتشار ظاهرة الاضطرابات التي تعيشها المنطقة إلى العراق. وراجعنا ما تم في الزيارة السابقة للأخ رئيس حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، وما اتفق عليه من تشكيل لجان لمناقشة كل القضايا العالقة المشتركة بين الإقليم والمركز، وتم الاتفاق على أسماء أعضاء اللجان التي ستتناول كل المشكلات العالقة على قاعدة الرغبة المشتركة القوية بإعادة أجواء التعاون والتكامل والبحث عن المشتركات وتفعيل القدرات التي نمتلكها من أجل حماية مكتسبات الشعب العراقي وأيضا بكل فصائله ومكوناته. لم نتحدث عن مكون دون مكون، إنما تحدثنا عن العراق كل العراق، ولكن أيضا وأنا في أربيل عاصمة إقليم كردستان أوجه كلامي وشكري وتحياتي للشعب الكردي، وأثمن التاريخ النضالي والمعاناة التي عاشها في ظل الأنظمة الدكتاتورية والشهداء شهداء الأنفال وحلبشة، والتي توسعت ظاهرة الجريمة المرتكبة في كردستان لتنال الكثير من أبناء الشعب العراقي على يد النظام حينما يكون النظام دكتاتوريا. ولذلك أجد من اللازم علينا في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم أن تمتد يدنا بالعون والمساعدة وتخفيف المعاناة لكل ضحايا النظام السابق، سواء كانت الأنفال أو حلبشة أو المقابر الجماعية أو الانتفاضة الشعبانية، وكل الذين مارس النظام معهم كل ألوان العنف والقتل والتدمير. وهذه لابد وأن تكون هناك التفاتة مشتركة
وتكون ذات طابع مركزي تخصص من الموازنة الاتحادية، ما يمكن أن يخفف معاناة أصحاب الضحايا والذين يحتاجون إلى خدمات. هناك قضايا كثيرة متعلقة بمسائل تحتاج إلى حلول، أهم هذه الأمور هو إيجاد أجواء إيجابية ومناخات إيجابية، والتي تعتبر مقدمة ضرورية لكل العمل الذي نريد أن نتقدم فيه، وهو تهدئة الأوضاع العامة في المنطقة في العراق بشكل عام بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ثم التوجه نحو تفعيل دور اللجان المشكلة لبحث كل المشتركات التي ينبغي أن تبحث. هدفنا أن نصل إلى عملية استقرار، قرارنا أن نتعاون، قرارنا أن نتكامل، قرارنا أن نمضي على أساس الدستور والمصالح المشتركة التي نعتقد أن فيها خدمة شعبنا بكل مكوناته، ودون أن نغفل خدمة أي مكون من المكونات التي تشترك معنا في هذا الوطن. شكرا جزيلا لكم. شكرا. السلام عليكم. نأخذ 4 أسئلة، سؤال لدولة رئيس الوزراء وسؤال لفخامة الرئيس. رأس كيف بتوع إجازة ده؟ 4 أسئلة من المجموعة. تفضل. العراق. بسألكم بو برز سروشريمي كردستان هي إيش أويا؟ برز سروشريمي كردستان هيج لجنة شي فرعي بيك هندرا وبو تفعيل كردني وهروا جبهة كردني اتفاقي كاني ك لنيوان إيو هريمي لنيوان هريمي كردستان وبغداد بيك هندرا وبسألشترين بو برز سرق وزيران العراقي فدرال آية برس إيو ريتان شيء لسر برسي محافظي حلب جاب بارز كردني حلب جاب بوتوني إيو لسرن بابتاتشيا. السؤال الأول كان حول اللجان، تفعيل اللجان اللي تم تشكيلها. السؤال الثاني كان السؤال الثاني حول محافظة حلبجة، مدينة حلبجة تتحول إلى محافظة. بله، ما ركبتوين كلجنيكي بالاها بي ولجني فرعي شبن بو دراسة كردني همو قرفتها كان و دست به کار دبن بو چاره سری همو انشاءالله گرفتانه. بله، بالنسبة إلى السؤال اللي تعرض إلى موضوع تحويل مدينة حلبجة الشاهدة على جريمة العصر في استخدام الأسلحة الكيميائية وأن تكون محافظة، أنا أعتقد هذا من المناسب جدا أن تكون محافظة تخليدا لهذه المدينة وتخليدا لشهدائها ومنحها استحقاق أن تكون محافظة. من جانبنا في الحكومة الاتحادية سوف ندعم هذه الفكرة ونوصل هذا الطلب عبر القنوات القانونية التي إذا كانت تقتضيها مثل عملية تحويل القضاء إلى محافظة، وسنتعاون في هذا المجال إن شاء الله. العراقية. عراقي. تفضل. بسام عبد الأحد من قناة العراقية. صوت. نعم. دولة رئيس الوزراء سيادة الرئيس مسعود البارزاني، هل ستكون هناك زيارات في المستقبل القريب يعني بتفعيل هذه اللجان؟ هل سنشاهد السيد رئيس مسعود البارزاني في بغداد؟ هل سنشاهد مرة أخرى دولة رئيس الوزراء هنا في أربيل؟ بالتأكيد سوف نتبادل الزيارات، سوف أزور بغداد وسوف يزور الأخ أبو إسراء أربيل، وربما نطلع سوية إلى مناطق أبعد من أربيل، منطقة بارزان، منطقة بارزان، منطقة رواندوز وكل المناطق. قناة السومرية. قناة السومرية. لا، هو تكملة للسؤال، يعني اللجان المشكلة بطبيعتها ستكون مرة في بغداد ومرة في كردستان حسب مقتضيات عملها، والزيارات ستكون متبادلة وليست هي زيارات بين الدول، إنما إحنا أخوان ونتزاور على أي مستوى من المستويات، والأستاذ أبو مسرور إن شاء الله يكون قريبا في بغداد. دولة الرئيس ميلاد سامي من قناة السومرية. دولة الرئيس مالكي، يعني لقد اتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم يعني حول رفع تعويضات لعوائل الضحايا في حلبشة وضحايا الأنفال كما نعرف، يعني ما هي هذه الآليات، آليات التعويض هذه؟ والله هذه القضية أثيرت في زيارة الأخ نيتشير إلى بغداد، وأثيرت ضمن عملية تعويض المتضررين من ذوي الضحايا سواء كان في كردستان أو في مناطق الوسط والجنوب وجميع المتضررين العراقيين. صدام حسين
ساوى بين المتضر ساوى بين أبناء الشعب العراقي. فمن أجل تخفيف المعاناة بالنسبة أن موجود مؤسسة أو وزارة المؤنفلين وهناك مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين تعمل، ولكن يبدو أن الأمر يحتاج إلى اتفاق بأن يصير عملية مساواة ودعم وتعويض لكل الأضرار الذين تضرروا من سياسات النظام السابق، ويكون لهم قانون. نحن سنمضي متفقين متعاونين على إيجاد قانون موحد وموازنة موحدة لشمول كل الضحايا بالمساعدات المطلوبة، ليس المادية فقط، العلاجية والمادية والدراسية، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جميعا. جريدة الشرق الأوسط، الشرق الأوسط، الشرق الأوسط، الشرق الأوسط. شهزاد شيخاني، مراسل جريدة الشرق الأوسط. عندي سؤالين لدولة الرئيس، الوزراء والسياسة. سؤال هو سؤال. سؤال واحد ما يخالف. دولة رئيس الوزراء عند الحديث عن المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، دائما هناك جانب متعلق بالدستور، يعني العقود النفطية. حكومة الإقليم تقول بأنها العقود النفطية حق دستوري، والمركز يقول غير ذلك. بالنسبة للمادة 140 الإقليم يقول دستوري، وهذا موجود بالدستور، وكناس يقولون، يعني أطراف يقولون هذه مادة ميتة. بالنسبة لموازنة بيشمرقة نفس الشيء، يعني وزارة بيشمرقة تقول أنه أكو أساس دستوري لصرف مخصصات البيشمرقة. هل تم اليوم بحث الخلافات الدستورية، وهل تعتقد بأن هناك حاجة إلى إجراء تعديلات بالدستور العراقي؟ والله مسألة التعديل الدستوري، تدرون قضية تعديل الدستور قضية صعبة، تحتاج إلى تصويت شعبي على أي تعديل، حتى لو كان حرف واحد بالدستور يحتاج إلى تصويت شعبي. لكن اتفقنا على أن بعض القضايا مثلا المتعلقة بالمادة 140 أو المتعلقة بالبيشمرقة، أو هناك أوليات، هذا ما تم الحديث عنه. إذا ما تمت هذه الأوليات لا نستطيع أن نحسم القضايا العالقة، ولذلك سنمضي سوية بإنجازها. مثلا من أجل حسم المناطق المتنازع عليها أو قضية المادة 140، لابد وأن يكون هناك تعداد سكاني، ونحن حازمون إن شاء الله بهذا السنة أن نصل إلى مرحلة التعداد السكاني لحسم القضية. ثانيا نحتاج إلى تفعيل قانون حدود المحافظات اللي هو مرفوع من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية الله يعافيه، والآن هو موجود في مجلس النواب، ونطالب مجلس النواب بتفعيله، حتى إذا صار عندنا تعداد وصار عندنا حدود للمحافظات تبقى المسألة سهلة في حسم القضايا المتنازع عليها حسب طبيعة السكان الموجودين في كل منطقة يختارون إلى أي جهة يكونون. نبز أحمد لا كنالي كينين الوزراء، يعني منذ عامين التقينا جنابكم في أربيل منتجع صلاح الدين، وتحدثنا عند تشكيل الحكومة عن حلول مع الجانب الكردي لحل الخلافات ولم تحل، واليوم جنابك تتحدث عن تهدئة. هل تتصور أن التهدئة هي الحل، أم أن حل الأزمة حلا جذريا مع الجانب الكردي؟ السيد رئيس الإقليم، فيما يخص مواضيع الجيش والبيشمركة، هل تناقشتم هذا الموضوع، يعني انسحاب قوات البيشمركة مع دولة رئيس الوزراء؟ وشكرا. قضية الحلول الجذرية تحتاج إلى مقدمات فيها أجواء من التفاهم والثقة المتبادلة والنية المعتمدة في أن نصل إلى حلول، ثم نضع المعوقات على الورق ونتحرك عليها واحدة واحدة. أنا لا أقول لك بأني أملك، أو الأخ الأستاذ البرزاني يملك العصا السحرية، لكن بإرادتنا المشتركة وتعاوننا ومن خلال الثقة المتبادلة نستطيع أن نمضي في إيجاد حلول لهذه المشاكل. واتفقنا على أن ما لا يمكن حل اليوم ألا نتشائم، سنحله غدا، وإذا مو هذا الأسبوع الأسبوع القادم. وإذا كان الحل يحتاج إلى مقدمات نعمل المقدمات، إذا يحتاج إلى قانون نعمل القانون، المهم إرادتنا المشتركة أن نصل إلى حلول، لا نريد أن تبقى هذه القضايا عالقة. إحدى اللجان الفرعية هي خاصة بالقضايا العسكرية والأمنية، وسيكون هناك تنسيق والتعاون لحل أي إشكال في هذا الخصوص. شكرا جزيلا.